نصنعوا الانسولين هنا 100% في الجزائر مع كل الضربات اللي خداتها المصنع. خدا ضربات، دا ضربات من طرف الشريك اللي كان معاهم، الشريك الفرنسي اللي كان معاهم وشافهم وصلوا يعني لدرجه ان بوان نو روتور، بدا يعرقل فيهم والحمد لله خداوا العبره وسمحوا في هذا الشريك، واليوم راهم وحدهم في الميدان ولهذا مشكورين ويستاهلوا كل التقدير. اليوم الانسولين انا بور موا سي بارتي، مازلنا الادويه مضاده للسرطان ان شاء الله الشهر المقبل يكون فيه بدايه انتاج في بعض المصانع اللي دشناها في سنه 22، وتخلينا باش ندخل بقوه في هذا الميدان بالاخص للادويه اللي مخصصه للامراض المزمنه، لان اليد في اليد ان شاء الله سنتغلب على كل الصعوبات. وانا بخص عندي انا المستحيل ما كانش، ما عنديش انا لامبوسيبل ليكزيست با شي موا سيليا لا فولونتي سيليا سورتو لو ناسيوناليزم دي زان دي زوت نوز اريفرون ا فانك توت لي ديفيكولتي. ننتظر من المصنع هذا، اليوم انطلقنا في اول انتاج توقفنا واش نسمح سي حابس، اليوم انطلقتوا رانا جينا وفرحنا معاكم، ماذا بينا نقعدوا فرحانين دائما، لان بالاستمرار الانتاج تخلي بعض اللي راهم محتكرين السوق حاليا في الانسولين يتزعزعوا شويه. وانا سوي كونفانكو اليوم في الدنمارك راهم مزعزعين، ماذا بيا انا توقيف والمشاكل اي مشكل يكون عندكم البيبان مفتوحه، وقلت لكم بيبان في وزاره الصناعه الصيدلانيه نحيناهم البيبان خلاص يا لونطون، ماذا بيا ما تخليوش المشاكل تتراكم. اي مشكل يكون عندكم في الاسعار في استيراد المادة الأولية، جماعة وزارة الصحة راهم هنا موجودين، رايحين اليد في اليد إن شاء الله نعاونوكم، لأن عندكم نزيد نعاود كل احترام. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. أول قناة إلكترونية في الجزائر.